أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم المتاجرة ببيع وشراء ماء زمزم كما هو مشاهد الآن؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من بيعه وشرائه والسفر به، لا مانع، لأنه ماء مبارك وفيه نفع للمسلمين عند النية والاحتساب، وهو جايبه من بعيد وحامله ومأجر عليه وتعب، لا بد يعوض عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة القول؟ الماء على وجه العموم، الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. هذا إذا كان الماء في مكانه، أما إذا حازه، إذا حازه في إنائه أو في قربته أو في التانكي أو الجالون، إذا حازه صار ملكا له، ما زمزم وغيره يجوز يبيعه. نعم.